وانتفعنا بكم آثار أيضا طيبة في ضغط العمل المحلي لتحصلوا على عهد السيد كوفي أنان المزيد من الدعم من العمل السياسي في العراق. ترك هذا أثر جدا طيب وإيجابي على المنطقة العراقية. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم زارنا السيد كوفي عنان سكرتير الأمم المتحدة مع الوفد المرافق إلى زيارة فقدي العراق، أيضا وقف وقفة تقييمية إيجابية جيدة عن سير العمل السياسي بالعراق وإفراز الدستور، وأكد وقوف الأمم المتحدة على جانب العراق ودعم العملية الديمقراطية، كما أنه كان يتساءل فيما كانت هناك أي مقترحات لمزيد من الدعم للأمم المتحدة واستعداد الأمم المتحدة لدعم العراق ومواصلة هذا الدعم للحالة العراقية جدا. We have been working with the government to ensure a smooth political transition. ونحن نعمل مع الحكومة لضمان أن يكون هناك تحول سلس. And of course, we will work with them on the upcoming elections. We have a clear mandate from the Security Council to do whatever we can to work with the government and the people of Iraq to ensure that Iraq takes charge of its own future and develops a stable, peaceful society.